الغاية من هذا المؤتمر هو كيفية التعامل والتعاون بين الدوائر كافة، وخاصة دور الشرطة المميز اللي راح يكون في المرحلة القادمة. طبعا الآن شرطة نينوى تقاتل في خط الصد، والحمد لله أثبتوا جدارة وقاتلوا ببسالة، وإن شاء الله الخطط المستقبلية ليست فقط القتال، وإنما كيفية العمل والتعامل مع الحالات اللي تحصل ما بعد التحرير. الآن نحن إن شاء الله ستتحرر القصبات وتحرر مدن وأقضية ونواحي، ودور الشرطة سيكون كبير، لأن المواطن الآن يعيش في حالة غياب الأمن، ومن بعد عودة الأمن ستكون لك أمور كثيرة وعبء ثقيل، وإن شاء الله نحن ننتظر هذا الوقت ومهيئين لهذه الأمور.